السلام عليكم ورحمة الله وبركاتكم. في فيديو جديد ونهار جديد، ما تنسوش ديما مشاركوا في القناة وتحطوا لايك. طبعا مش نمشيوا لبلاصة كيفاش كانوا فيها الناس، كيفاش يعيشوا قبل، بعيدة على الدار برسك 100 كيلومتر. اقعدوا معانا، انا ماشيين، تفرجوا في الفيديو وتتسويت ونرجع لكم باش نوريكم قداش توا من الكيلومتر باش نمشيو. نوريكم تتسويت. هذه هي البلاصه، اسمها بوك خيك. هنا ننزلو، واحدة 90 كيلومتر. اقعدوا معنا وانا راجع لكم توت سويت. Combiner les légumes avec les fleurs qui repoussaient. انتم قاعدين تشوفوا لهنا كيف كانوا يسكنوا الاوروبيين القدامى، كيف ما نقولوا نحن الاوروبيين اللي ذاك العهد نتاع الفرسان ومتاع الرومان، كيما هكا تشوفوا ديجا البنيه كيفاش بالقش، بنيه عند هذايا قعدت عندها سافيدي دي زاني عوام، اما هما استحفظوا مثل هما عندهم قرية صغيرة بقاو مستحفظين عليها للتاريخ. وقعدوا معنا وهنا راجعين توت سويت. Ons boom, als je naar de gamma gaat, je komt een boom met een boommachine, dan heb je rechtse boom. Ja? Maar dit zijn linkse boom. En al het, ja, dit is. En al het. هنا فين كانوا يقدوا السفايح نتاع الحصان، عندك هنا كما تشوفوا هنا كانوا يقدوا السفايح نتاع الحصان، يعني قدوا هذه الماشينه اللي كانوا يقدوا بها باش يعملوا السفيحة اللي يجي في ساقي الحصان. هذه البلاصه اللي كانوا يحطوا في الحصان، كانوا يدخلوه منا يحطوا له راسه غادي ويحطوا له ساق، ساق كل ساق يحطه لهنا باش يركبوا له سفايح. كما تشوفوا لهنا البلايص اللي كانوا يعلفوا فيها البقر
غاديك ديك اللي كنت عارف فيها الدرج الكل حتى شوية تلافز لهنا ما فيش يعملوا الخبز ندي الموز الزرق ودي القرد بيت ديار كيفاش كانت من الداخل هنا يورو فيكم كيفاش العباد قبل كيفاش كانت تلبس والعباد توا كيفاش ولات تلبس الموديل نتاع قبل والموديل نتاع توا يوريك كيفاش الدنيا معناها عرق على ما شفت تبدل هنا السدية نتاع الزرابي بتشوفوا فيها فما بير كلنا اللي الزرعين القرع مزرعين القرع ونحن القرع وغديك الزرعين البصل وفلان عندك عند اللفت هذا كل مزرعة صغيرة الكشكولات مشكلة الموديلات كما تشوفوا لهنا الكوري متاع حشاكم البقر هنا اللبسة كيفاش كانت هذا كله كوري نتاع بقر كما شفتو قدكم هذا الكوري نتاع البقر عشانكم نتاع الحيوانات تجيو تدفو هنا لكم في الدار عالمية نشوفوا في الكوري هذا الكوري تاع حطوا فيه البقر اللي هو العليل الفرس حزت حطوا له مع الفلانات
zitten. Ja. Dat doet je toch? Oh, dik. لأن فين كانوا يعملوا الجلد والصوف، ذيك الماكينة قديمة كانوا يعملوا بها الصوف والكبابط كما تشوفوا لهنا. لهنا فين يربيو كانوا الأرانب، الأرانب والدجاج برشا حاجات. هنا ممكن قاعدين تشوفوا فما الوز والدجاج، هنا لي شيفغ مايز كما تشوفوا لهنا. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تشاركوا في القناة، تعطونا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.